السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنأخذ مثال آخر حول معادلة الاستمرارية ومعادلة برنولي. المثال يقول: ماء يجري في أنبوب متصل بأسفل حوض بمعدل تصريف مقداره 3% متر مكعب بالثانية، وكان قطر الأنبوب دي يساوي 60 مليمتر وارتفاع الماء في الحوض 2 متر. احسب الضغط عند بداية الأنبوب، هذا هو المطلوب. زين، من نجي نكتب المعطيات، أول شيء ايش منطيني؟ منطيني دي كيو تساوي 3% متر مكعب بالثانية، ومنطيني أيضا منطيني قطر الأنبوب اللي رامز له بالرمز دي ايش راح يساوي؟ لـ60 مليمتر، ومنطيني أيضا والارتفاع يساوي لي 2 متر مثل ما تشوفون بالشكل. طبعا احنا هنا الضغط عند النقطة بي ببساطة ممكن انه نحسبه، اذا تتذكرون عندنا معادلة ايش تقول؟ تقول الضغط عند اي نقطة بالسائل تساوي رو جي اتش. لكن هذه المعادلة لا يمكن تطبيقها عند بالسوائل المتحركة، هذه تطبق بالسوائل الساكنة. السائل الساكنة بما انه هو دا يقول يجري معناته سائل متحرك، فاذا هذه لا تطبق في هذا المثال. اذا شو اطبق؟ اطبق التجي الى معادلة برنولي، معادلة برنولي بها ضغط، ممكن حساب الضغط. زين، هنا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي المعادلة برنولي شنو راح تقول؟ راح تقول الضغط عند النقطة A اللي هي هاي النقطة، وححسب الضغط عند هاي النقطة اللي هي بداية الأنبوب B. فالضغط عند النقطة على رو جي زائدا السرعة عند النقطة A تربيع طبعا على 2 جي زائدا الارتفاع عند النقطة A ايش راح يساوي لي؟ المفروض يساوي لي الضغط عند النقطة B على رو جي الكثافة في التعجيل زائدا السرعة عند النقطة B تربيع على 2 جي زائدا ال H عند النقطة B. زين، هنا خلينا نجي نفصلها وحدة وحدة. بشكل عام أنا شنو عندي؟ عندي الضغط عند النقطة A هنا، الضغط عند أي نقطة على سطح الماء بالحوض ايش راح يساوي؟ مساوي تكون للضغط الجوي، يعني الحوض هو معرض للضغط الجوي. والضغط الجوي حسب ضغط المقياس، أنا ما أحكي على ضغط مطلق، كل ذا نحكي ضغط مقياس. فالضغط الجوي حسب ضغط المقياس ايش قد يساوي؟ يساوي صفر. فأي صفر على أي كمية هي راح يكون المقدار كله شنو؟ صفر. زين، نجي على السرعة عند النقطة. السرعة عند النقطة مقصود بها مدى تحرك أي نقطة من نقاط السطح، مدى انخفاضها بالثانية الواحدة. فتخيل انت، خلينا نجي على هاي هسه هنا، هاي النقطة ايش قد راح تنخفض بالثانية الواحدة؟ انا عندي سائل في حوض قطرة كبير، وبعدين عندي انبوب قطرة صغير جدا. فحسب قانون التصريف شو يساوي؟ او معادلة الاستمرارية Q1 شو يساوي؟ يساوي Q2، وال Q1 هي A1V1 يساوي A2V2. زين، هنا أنا من عندي المساحة كبيرة جدا اللي هي هنا، زين، وهنا عندي المساحة صغيرة، فهاي مساحة جدا عالية وهاي مساحة واطية، فايش راح يقابلها التناسب العكسي؟ أن هاي كلش المساحة السرعة جدا صغيرة وهاي السرعة جدا كبيرة. السرعة راح تكون كبيرة بهذا المقطع وراح تكون صغيرة جدا بهذا المقطع، فصغيرة معناته يمكن إهمالها. وإذا أعطاك إياها بالسؤال فممكن أن تستخدمها، فإحنا هنا ما موجودة عندنا بالسؤال، فنقدر نستفاد من هذه النقطة أنه السرعة هاي يمكن أن تهمل، فأيضا اعتبرها صفر، فهذا المقدار أيضا كله راح نخلص من عنده. يبقى عندي الـ HA، الـ HA هو قايس لي نسبة إلى شنو؟ إلى قعر الحوض، فهذا هو المستوى المرجعي اللي راح أقيس الارتفاعات عنه. فال H ايش قد مطينيها؟ مطينيها 2 متر. زين، انتقل الى طرف المعادلة الاخر. ال PB هو يريده مجهول،
زين الروجي هاي معلومة، الكثافة بالتعجيل. السرعة عند النقطة بي أيضا مجهولة، لكن شنو ممكن أستخرجها؟ زين هسه راح نشوف شلون نستخرجها. والHB اللي هو هذا الHB اللي هو هنا راح يكون صفر، لأنه هاي المستوى المرجعي مالتي، فهيكون ارتفاع النقطة بي عن هذا المستوى هو صفر، فإذا هذا أيضا راح يلغي المقدار. فمن أجي أعيد المعادلة بشكل بسيط، إيش راح أقول؟ راح أقول اثنين، خلي أكتب نفس اللون، اثنين هاي الاثنين ده شوفوا هاي الاثنين، اثنين تساوي PB تقسيم رو جي زائدا ال V B تربيع على 2G، وهذه المعادلة حصير مالتي. زين أنا هسه مشكلتي وين؟ مشكلتي بالV، السرعة. هاي السرعة مين أحصل عليها؟ السرعة أحصل عليها مين؟ من معادلة اللي تقول Q تساوي A في الV، راح أكتبها هنا. زين الكيو شو تساوي بشكل عام؟ الكيو تساوي الاي في الفي. زين الكيو هو مطينيها 0.03، وتساوي الاي ممكن استخرجها لما مطيني قطر الانبوب. زين فشون استخرجها؟ باي دي تربيع على 4 في في. زين هنا 0.03 راح تساوي لي باي الدي ايش قد؟ 60، لكن بما انه انا عندي الارتفاع مطيني اياه بالمتر والتصريب بالمتر المكعب، فلازم احول القطر الى ايضا متر، فاقسمه على الف، فاقول 60 تقسيم الف الكل تربيع زين على 4. هنا خلينا نكتبها حتى تصير شوية أوضح، 3 تساوي زين في الفي يعني أريدها يا في الفي إن هي مال بي. زين هسه مجرد أسوي الحسابات، سوى 10.71 متر على الثانية هاي السرعة. فهاي السرعة راح أقدر أستخدمها هنا بالمعادلة. فش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي هنا راح أعوض عن هاي بالسرعة، إذن 10.71 تربيع على 2G. طبعا إذا أريد أخلص من التعجيل بالمقام، ش راح أسوي؟ راح أضرب طرفي المعادلة في شنو؟ في التعجيل. فش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي 2 في 9.81 يساوي هذا التعجيل راح يروح ويا هذا يختصر. زين فس راح يصير عندي PB تقسيم الكثافة اللي هي حكتبها رأسا ألف كيلوغرام على المتر المكعب، زائدا 10.71 تربيع على 2. ايش راح يساوي لي اذا احسبها؟ اقول 10.7071 اربعها أربعة الناتج أقسمه على 2، راح يطلع عندي 57.35 تقريبا، يعني 3.5. فهسه من أجي أرتب المعادلة من عد هاي، ايش راح اقدر اقول؟ اقول البي بي اللي انا اريدها ايش راح تساوي لي؟ بس اذا تسمحوا لي راح امسح هذا الجزء. زين ايش راح يساوي بعد ترتيب المعادله؟ 2 في 9.81 ايش راح تساوي لي؟ 2 في 9.81 راح يساوي لي 19.62 هذا المقدار. زين احول هذا المقدار يمين واقلب اشارته، ايش راح يصير؟ ناقصا 5735 الكل مضروبه في شنو؟ في الف اللي هي كانت مقام البي. زين فهسه هنا ايش راح يصير عندي الناتج؟ من اجي طلع الناتج راح يصير عندي بالضبط 19.6062 ناقص
57.35 في ألف، راح يطلع الناتج 37,000. الناتج راح يطلع هنا الـ PV راح تساوي 37,000 بالسالب طبعا 730، وتساوي إذا ها طبعا هنا الوحدات راح تكون باسكال. ليش راح تكون وحدات باسكال؟ لأنه إذا تنتبهون هذا المقدار، هذا المقدار وحداته شنو؟ من ضربت الاثنين في 9.8، الاثنين هي شنو؟ متر ارتفاع، زين، في التعجيل هو متر على الثانية تربيع، فصار شنو؟ كأنما متر تربيع على الثانية تربيع. وهذا أيضا هو نفس الشيء، هذا مربع سرعة، هذا أيضا متر على الثانية تربيع، فنتيجة القوس متر تربيع على الثانية تربيع. الكثافة شنو؟ كيلوغرام على المتر المكعب. فكيلوغرام على المتر المكعب ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي من اضربهم ذني مع بعض، او خلي افتح صفحة ثانية. فهنا شنو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي كيلوغرام على المتر المكعب في متر تربيع على الثانية تربيع. فشنو راح يصير عندي؟ هو أصلا الكيلوغرام في متر على الثانية، يعني من عندها كيلوغرام كأنما كيلوغرام على المتر المكعب، كأنما دا ضربه في متر، في متر على ثانية تربيع. فهذا الكيلوغرام يعني هذا الكيلوغرام هسه إذا أجيبه راح يصير عندي كيلوغرام في متر على الثانية تربيع. هذا المقدار كيلوغرام في متر على الثانية تربيع هذا يسموه نيوتن، هذا يصير نيوتن، كتلة في التعجيل. فهذا ايش راح يصير؟ هذا نيوتن. فايش بقى عندي؟ بقى عندي نيوتن في متر، هذا المتر، زين، على شنو؟ على المتر المكعب. زين، المتر يختصر ويا المكعب يبقى متر مربع، فيصير نيوتن على المتر مربع. هذا يسموه باسكال، ولهذا طلعت الوحدات بالباسكال. تحياتي لكم، وأتمنى لكم الموفقية والنجاح.